الديمسيما بدي مترو صنوع 17 سنة ناشئ. المركز الأول كريم وليد، نادي راس غارب. المركز الثاني عمرو هشام، نادي بني سويف. مرحلة العمومي الأول يوسف سيد إسماعيل، نادي الرياضات البحرية. الثاني بلال أيمن أبو الفضل، نادي البنية الرياضي. على جميع السباحين الفائزين سرعة التواجد بدون المدربين أو أولياء الأمور. مروان، نادي الرياضات. مروان فين؟ مروان مروان احمد رضا. يوسف السيد اسماعيل، نادي الرياضات. فاز بالمركز الثاني السباح بلال أيمن أبو الفضل، نادي المنيا الرياضي. وبالمركز الأول السباح يوسف السيد إسماعيل، نادي الرياضات البحرية بالغردقة. يلا ننزل ننزل. شكرا.
مراسم تسليم سباق تم متر متنوع مرحلة 16 سنة، ويقوم بتسليم ميداليات دكتور عادل مكي المدير الفني لمنطقة الصعيد للسباحة، فاز بالمركز الثالث أحمد محمد عبد الباسط نادي راس غالي، وبالمركز الثاني مروان أحمد رضا نادي الرياضات البحرية بغردقة، وبالمركز الأول عبد الرحمن أحمد عبد الحسين مركز شباب مدينة بنسوري. السباح كريم وليد فتحي نادي راس غالب، والسباح عمرو هشام نادي بني سويف سرعة التواجد لاستلام الميداليات. السباحين فين؟ شكرا. مراسم تسليم سباق 200 متر متنوع مرحلة 17 سنة، ويقوم بتسليم الميداليات دكتور وليد ريف أمين صندوق منطقة الصعيد للسباحة. فاز بالمركز الثاني السباح عمرو هشام نادي بني سويف، وبالمركز الاول الميداليه الذهبيه فاز بها السباح كريم وليد فتحي نادي راس غالب. مراسم تسليم سباق 200 متر متنوع مرحلة 12 سنة ناشئين، ويقوم بتسليم الميداليات المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة. فازت بالمركز الثالث السباحة مريم مشير محفوظ نادي سنزور رياضي. وبالمركز الثاني دينا محمد أحمد نادي أسوان الرياضي. وبالمركز الأول والميدالية الذهبية فازت بها السباحة مريم سامي عبد الناصر نادي سنزور الرياضي.